مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. إذا كنت تشاهد خريطة مباشرة لحركة الملاحة الجوية العالمية ومررت بقارة آسيا، فستلاحظ أن هناك منطقة شاسعة على اليابسة لن ترى فيها وجودا لأي طائرة. جميع طائرات العالم تتجنب هذه المنطقة الضخمة وتذهب في طريقها للتحليق حولها وليس فوقها. فما هو السبب؟ هذه المنطقة هي سقف العالم أو هضبة التبت، واحدة من أكبر الأراضي البور في العالم بعد القارة القطبية الجنوبية وشمال غرينلاند، وهي أقل مكان مضياف لعيش البشر في العالم بأسره والأقل كثافة سكانية. تبلغ مساحة منطقة هضبة التبت ضعف مساحة فرنسا بخمس مرات، وتقع الهضبة بين العديد من الدول أهمها الهند والصين ونيبال. قلة قليلة من الناس يعيشون هناك، لأن متوسط ارتفاع الهضبة يزيد عن 4500 متر، ما يعادل حوالي 14,000 قدم، مما يجعل هضبة التبت أعلى منطقة جغرافية في العالم. ولكن ما هي الأسباب التي تمنع الطائرات من التحليق فوق تلك الهضبة؟ أول الأسباب هو خطر الاصطدام بالجبال عند مواجهة حالات الطوارئ. يزيد متوسط ارتفاع هضبة التبت عن 14,000 قدم، وعادة ما يمكن للطائرات التحليق على ارتفاع 30,000 قدم في حال عدم وجود مشاكل مؤكدة. لكن في حالات الطوارئ الحرجة مثل انخفاض الضغط في مقصورة الركاب أو في حال حدوث عطل في المحرك، فإن بروتوكول شركات الطيران يقتضي النزول إلى ارتفاع 10,000 قدم، وهو الأمر الخطر في منطقة فيها مرتفعات تزيد عن 10,000 قدم، فمن المؤكد أن الطائرة ستصطدم بأحد الجبال. ثانياً، نفاد الأكسجين في مقصورة الركاب عند مواجهة حالات الطوارئ. عند انخفاض الضغط في مقصورة الركاب لسبب ما، تسقط أقنعة الأكسجين ليستخدمها الركاب للتنفس، ولكن هناك كمية محدودة من الأكسجين في هذه الأقنعة، بحيث يزود الركاب بالأكسجين لمدة 20 دقيقة تقريباً، وهذا يكون عادة وقتاً كافياً ليستمر الركاب في التنفس حتى تهبط الطائرة إلى ارتفاع 10,000 قدم، حيث يمكن استئناف ظروف التنفس الطبيعية. ولكن في تلك الهضبة، الانخفاض بالطائرة إلى 10,000 قدم سيؤدي حتماً إلى الاصطدام بالجبال. عدم وجود مطار قريب للتحول إليه في حالات الطوارئ. في حالات الطوارئ، فإن المطارات الدولية الوحيدة القريبة لتحويل الطائرات الكبيرة إليها هي لاهاسا وجينينغ وكاتماندو وتشينغدو وأورومتشي، وهذه المطارات كلها تقع على بعد مئات أو آلاف الكيلومترات عن بعضها البعض. وجود مطبات هوائية عنيفة وخطر تجمد الوقود. عندما تتحرك رياح سريعة عبر الجبل، غالبا ما تأخذ الرياح نمطا على شكل موجة، وعندما تطير الطائرات عبر نمط الرياح هذا، يمكن أن تواجه مطبات هوائية شديدة، مما قد يزيد من تعقيد أي سيناريوهات للطوارئ. وأخيراً، هناك مشكلة وقود الطائرات، حيث يتجمد وقود الطائرات عندما تنخفض درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية تحت الصفر. وفي حين أن مثل هذه الظروف شديدة البرودة نادراً ما تحدث في أي مكان، إلا أن درجات الحرارة على ارتفاع تحليق الطائرات فوق هضبة التبت العالية والباردة يمكن أن تصل إلى هذه النقطة أو ما هو أسوأ من ذلك، وهذا يشكل خطراً للرحلات الطويلة عبر الهضبة والتي قد تستمر ل6 ساعات أو أكثر. إذن فإن تجنب الطائرات التحليق فوق هضبة التبت ليس بسبب قوى خارقة، وإنما هو ببساطة بسبب المخاطر المترتبة على مواجهة حالات الطوارئ. فيتبع الطيارون مسارات بديلة للالتفاف حول المنطقة دون التحليق فوقها. وبهذا أحبتي نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بمتابعتها. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.